والله بعد كل واحد عليهم صديقات شويه، بس اذا طبع علينا حرام وما يحصل مدسس، وطول ما يكافي علينا يحصلنا كلنا به. اذا لا تبعقل ابو نويل حقيقه يرجع على بيوتنا يوزع لنا هدايا. لا تجيب ماك بابا نويل، تعجبين احنا العراقيين نبزز ما يجينا. هاي الطفل يقول ماك بابا نويل، يعني انا شنو هنا ابيع شعرور؟ اليوم اللي اجيها بالليل وافاجئها، اقول انا بابا نويل واجيب لها هديه. يا مو بغس بس ما ادري بغس هاي ما ادري شو اسمه، وهاي الدول ينزل لهم ثلج، احنا كاتبين البرد فلا طب جو احسن لي. شنو هالبرد هذا؟ وينك يا تموز الحقني؟ جرشنا من البرد بس انت تفزع عني. ولش وين كنت طالع بهالبرد هذا؟ وين كنت؟ تعال تعال ايش عاد ايش طالع بالشارع بهالبرد؟ عرجوسه وقلنا لك صرت العين بارده. شلون بارده انت كلش؟ كل عمري ذبنا بالنار. ولش ليش يذبنا بالنار؟ شو مسوي؟ شو نصلي ونصوم ونخاف الله؟ ليش يذبنا بالنار؟ شنو هالدعاء؟ عمود ندفى شويه. بالصيف نقول كون يجي الشتاء، اجى الشتاء نقول كون يجي الصيف. الحمد لله والشكر على كل حال، كل ايام رب العالمين خير وبركه. بابا هالسعوف البرد، صدق بابا؟ بابا مو موجود؟ لا بابا، هاي سوالف افلام، هاي سوالف معشيات كانوا يسولفونها للجهال يقشمون بيها عليهم، كله كذب بكذب، ماكو لا بابا نويل وكله خرافات. دعستني مبالغ بردان احسن. بابا حبيبتي اريدك ما تصدقين بهاي سوالف مال بابا نويل وهيك شيء. تردين امنيتك تحققيها، اوكي بابا نويل، بابا نويل ما يحقق امنيتك ماشي؟ الانسان هو يحقق امنيته. بابا عن بابا نويل مصدق يجي اليوم مصدق، خلوه انام احسن لي. الاطفال دائما يصدقون بشغلات خرافيه وكذب، خليهم عقليتهم عقليه اطفال بعد شو تسوينهم؟ شنو البرد هذا؟ شنو البرد؟ بابا الحق لي برد، شلون؟ شلون انام برد الحق لي؟ بابا يمك الهيتر وقعدي عليه. خوش بابا حق العصر بخوش. بابا احترقت. احترقت. غيرت قلت لك قاعدة على الصوبة احترقت. وانت ايش قد غبية؟ قلت لك تدفع على الصوبة قصدي مو تقعدين عليها يا غبية. ها هسه استعديت وبدليت، كل الرجال يقولون اكو عيد اكو بابا نويل، بس عاد بابا يقول ماكو بابا نويل، خليه اكتب له رسالة عمود يجي يعطينا العاب. عزيزي بابا نويل المحترم، أريدك تعطي لينا هدايا، بابا يقول ماكو بابا نويل بالعراق، بس أنا أصدق إنه أنت موجود بهاي الدنيا، ولازم تجي تعطينا هدايا. يما شنو هذا خطي؟ كنا خامش بزون، شلون راح يفتهمه بابا نويل؟ خليها علم غاية، عاوز من يجي بابا نويل يشوفه، خله نام. أنا متأكدة اليوم راح يجي بابا نويل، خلي نام لأن أنا متحمسة، عم يجي بابا نويل ويوزع لي هدايا. إي أنا بس الطفل اللي قالت بابا نويل ماكو، خلنا نروح لها وأثبت لها بأن أنا بابا نويل. هاي الطفلة الحلوة وأخيرا شفتها، شنو هاي؟ كاتبة رسالة. شنو الرسالة هاي؟ دخت انا متعلم، الطفل هو نايم مذب لعابه يم راسه واشرد، بس خلنا نتاكد كثر من الفضول. شوف شنو كاتبه. ابنيه 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 بابا عوفني. بابا منو؟ اي انا بابا نويل. يا ابنيه انا بابا نويل، قعدي قعدي. ما شاء الله بابا نويل، شو مو مثل بالافلام من تجيب بابا نويل على قد فلوسك. لا حبيبتي انا بابا نويل وجيت اجيب لك هديه واروح، فان هاي الرساله دوختني هل قعدتك؟ صرت كذي بواز بابا نويل تمديت اشوفه. عمو شنو هاي الرساله؟ ما تفهمين ايش كاتبه؟ عمو بابا يقول بابا نويل ما موجود، بس انت طلعت موجود، جبت له العاب، عندك العاب اعطيني. صدق كذي عمو تدليني ولا ما افتهم شيء من هاي الرساله، بس يلا راح اعطيك لعبه. هاي سياره. شنو السيارة جايبها من البالة؟ هاك ياها ما اريدها. والله عمو ما ادري ايش اقول لك،
الدولار صاعد وفلوس ماكو وما عاد اشتري العاب. عمو صار لي شقد منتظرتك وتالي ما تالي تجيب لي سياره مكسره لو تطين اللعبه حلوه لو اصيح بابا عليك اقول هذا حابي ويكسر كسر بالتوفيه. ها ايش قلت؟ شو اقول يا عمو؟ سوش جيت للعراق يلا كل شيء اسوي لك بس لا تقولين بابا عافيه. عمو يقولون عليك تحقق لي امنيات وانا عندي هواي امنيات اللي تحقق لي اياهم. صدق كذب عمو انا ابو الامنيات وصلتي امشي وياي وما خلي امنيه بنفسي اذا ما حققها. الله قد كانت امنيتي اصعد على ذن الغزالات. عمو هسه احنا وصلنا سولفي لي كل امنياتك. عمو اول امنيه اريدك تسوي العراق امان وحلو. والله امنيه صعبه هاي كل شو لها الامنيه ما اقدر احققها. طين غيرها. عمو من الثانية أريد بابا عنده هواي فلوس. أريد يصير زنقيل عنده هيك بجد تتم الفلوس. حبيبتي هاي شغلة سهلة. قل وهي يروح يشتغل ويشتغل ويصعد الفلوس وايد. منين أجيب الفلوس وأنا ما عندي حد يخلي. هاي الأمنية الجاية أريد ما تطفى الكهرباء بالعراق. أنت أمنياتك كلها صعبة عمو. وأنا أقدر أنا. بابا نويت يسحب كش ما يقدر يحقق. امشي امشي خلنا نرجع لبيتكم هاي امنياتكم صعبة خلنا نرجع لبيتكم معه بابا نغير واشتغل عمال احسن يلا امشي امشي. وليش ما قد تدفع؟ انا عبال بابا نويل يحقق الامنيات ويوزع العاب حلوة بس ذن اثنيناتهم طلع مو حلوات لا يحقق الامنيات والعابه كلها مكسرة. ها حبيبتي نرجوسة اسمعك الدردمين شكو صاير؟ بابا جاني بابا نويل طلع لا يحقق امنيات لا يوزع العاب حلوه. هم رجعنا لهذا الموضوع بابا مو قلت لك بابا نويل ما موجود هذا خيالي وبس بخيالك. بالله ايش طلبتي منه؟ بابا طلبت الامان طلبت الامان بالعراق طلبت تعدك فلوس طلبت الكهرباء ما تطفى بالعراق طلبت الاستقرار بس زين كلهن ما تحققت طلع بوها كل شيء ماكو. بابا انت خاف تتحلمين متأكدة هذا حكي صحيح؟ ايه صحيح بابا. والله ما ادري انا اول مرة اسمع هيك شيء. حبيبتي اريد اقول لك حكاية واحدة وتصدقين بيها لا تصدقين لا بابا نويل ولا بغيره اكو بس واحد يقدر يحقق لك امنيتك. من هو؟ تعرفين من هو حبيبتي؟ هو رب العالمين الوحيد اللي يقدر يحقق امانينه بدون ما نطلب من احد غيره لا بابا نويل ولا اي واحد يقدر يحقق امانينه غير رب العالمين. يعني شو البابا؟ بابا نويل بعد ما نتبدى بده؟ ايه حبيبتي، اطلبوا امنيتك من الخالق، لا تطلبونها من اي مخلوق. ايه بابا افتهمت قصدك. حبايب قلبي، لا تطلبون من اي انسان طلب، طلبوا بس من رب العالمين، لان هو الوحيد اللي حقق امانيكم. كل عام وانتم بألف خير، سنة خير عليكم ان شاء الله، سنة 1922. وان شاء الله يجي بابا نويل بالحقيقة، وشكد يوزع عنده هدايا. لا صار لنا ساعة احتاجتي بالفيلم. يا بابا نويل. يا بابا نويل. يلا خلينا نكسر كل القناة. خاطر هذا الوجه. انا قمت اخذ الكاميرا باي. تعرفي من هو؟ هو بابا. يلا ابو جراح نكمل. واحد. تعرفي من هو حبيبتي؟ هو رب العالمين. لا بابا نويل ولا غيره يقدر يحقق شيء من اللي ببالك. بس رب العالمين يقدر يحقق امنياتك. قول والله. تعرفين من هو؟ من هو؟ كافي. يلا واحد. يلا نرجس. اللي يقدر يحقق امانينه بدون ما نطلب من غيره. عمو اذا هاي الامنيه ما تتحقق الأمنية الثالثة. هلا.